يقول: أنا شاب مقيم في بلد عربي كثر فيه من يدعون أنهم سلفيون من المشائخ، وأصبح طلبة العلم لدى هؤلاء المشائخ يطعنون بعضهم البعض، بحيث أن الشباب أصبح لا يعرف من أين يتلقى العلم الصحيح، فبماذا تنصحونهم؟ ننصحهم بأن يطلبوا العلم على العلماء، على العلماء المعروفين بعلمهم والمعروفين بدينهم وعقيدتهم الصحيحة، ويتركوا هؤلاء الذين ليس لهم هم إلا الطعن والرد والتحقير وإيقاع العداوة بين طلبة العلم. هذا من الشيطان، وهؤلاء جهلة وليسوا طلبة علم. طلبة العلم لا يسلكون هذا المسلك، فعليكم أن تطلبوا العلم على أهل العلم وأهل البصيرة، وتتركوا هؤلاء ولا تلتفتوا إليهم.